احتفلت هيئة البحرين للثقافة والآثار بذكرى ميثاق العمل الوطني باحتفالية حملت عنوان ثوابت الميثاق في 8 أماكن من البحرين. وقدمت هيئة الثقافة عروضا عبر 7 عربات كبيرة مكشوفة حملت شعار الاحتفالية وأسماء من صوتوا على الميثاق. وتواجدت العربات في الأماكن الثمانية التي تم تحديدها، وهي قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح وقلعة عراد وممشى سترة وموقع قلعة البحرين ومنتزه الأمير خليفة خليفة بالحد وضاحية السيف وممشى الاستقلال ومتحف البحرين الوطني. وقد اجتمعت كافة العربات في تمام 8 مساء في موقع متحف البحرين الوطني لتقدم الفرق مقاطع موسيقية يتبعه عرض للألعاب النارية.